وعندنا أنها لابد الزكاة أن تخرج لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. طيب الطائفة من الذين ندفع عليهم الزكاة؟ عندنا زكاة فرض وزكاة نفل. زكاة الفرض إنما الصدقات يعني الزكاة تدفع لأصناف ثمانية، مفهوم؟ من هم؟ نعم، يقول إنما الصدقات للفقراء. من الفقير؟ انتبه معي، الفقير نحن الآن نرجع إلى المستوى المعيشي. أين نحن الآن؟ في السعودية، لسنا في بريطانيا، مفهوم الشيخ؟ ولا في سويسرا ولا في الهند، مفهوم؟ طيب قال اليوم هذا نشوف أقل تقدير، يعني لو نضغط عليه ضغط شديد كم ينفق؟ قال أقل شيء 1000 الشهر. أصبحت النفقة كم؟ نحسب النفقة بالنسبة لماذا؟ للسنة. لماذا نحسب السنة؟ لأن الفقير نعطيه ما يكفي لسنة، لأن الزكاة تأتي كل سنة. كلنا فقراء إلى الله، هذا الفقير إلى الله حسبنا له 12,000 السنة تكفي، مفهوم؟ هذا أقل تقدير، بعدها ممكن يموت، مفهوم؟ إيه نعم، أو يعني ممكن يتعرض للمرض أو للهلاك أو نعم. 12,000 كم عندك منها؟ قال ما عندي شيء. إذن هذا إيش اسمه؟ فقير. عندي 3,000 فقير، 4,000 فقير، 5,000 فقير، مفهوم؟ النصف إذا عد النصف أصبح إيش؟ مسكين. عنده 10,000 هو إيش الآن؟ كم نعطيه؟ 2,000. لو أخذ 3,000 أصبح إيش هو؟ غني، مفهوم؟ إذن والله نحن أغنياء شيخ، صح؟ الله سبحانه وتعالى يقول في بني إسرائيل وجعلكم ملوكا. كيف؟ كيف؟ كل بني إسرائيل ملوك؟ نعم، كل واحد من بني إسرائيل عنده بيت وزوجة وخادم، وإحنا لا أكثر، صح؟ والله أكثر، كل شيء يخدمك اليوم، الكمبيوتر، الجوال، من بيتك تشتري وتتسوق تصنع كل شيء يا شيخ، الحمد لله، والله ملوك نحن، الحمد ملوك يعني، بس انتبه. اي نعم، لا تتعدى على الحدود. طيب بعد صلاة العشاء إن شاء الله نكمل، لأن نريد نفصل في أهل الزكاة إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وأشهد أن محمدا عبد رسوله. وصلنا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة إلى الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة. قلنا المسكين الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من النصف، وإذا زاد قلنا هذا الفقير، وإذا زاد فهو مسكين. إنما الصدقات للفقراء، قلنا نعطي الفقير والمسكين ما يكفيه لا سنة، لأن الزكاة تمر كل عام، تأتي كل عام. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليها هم الذين يوليهم السلطان، لأنه في القديم كان هناك جباه، مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا معاذا إلى اليمن. لكن مثلا الشيخ نواف قلنا عنده 80 مليار، ووكل فلان من الناس في دفع الزكاة، هل هذا من العاملين عليها؟ لا، العاملين عليها هم الذين يوليهم السلطان، جباه وسعاه وحفظ. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. نتألف هؤلاء للدخول في الإسلام، إما حديث عهد بإسلام أو نرى
أننا بدفع هذه الأموال إليهم سيدخلوا في الإسلام. قال إنما الصدقات للفقراء، تملك، نملك الفقير ونملك المسكين ونملك العاملين عليها الذين يوليهم السلطان. قال وكذلك المؤلفة قلوبهم. ثم قال سبحانه وتعالى وفي الرقاب، صح؟ إنما الصدقات للفقراء المساكين عاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي، لماذا هنا تغير حرف العطف؟ هناك اللام كانت للتمليك، في الرقاب نحن لا نعطي الرقيق، لأنه أعطينا الرقيق ما استفدنا شيء، أصبح المال لمن؟ للسيد، لأن العبد هو ملك للسيد، لكن نعطي السيد حتى يعتق العبد. وفي الرقاب، طيب في عتق الرقاب، لكن قلنا لا يملك الرقيق، أصلا الرقيق هو ملك للسيد. والغارمين، الغارم إما أن يكون غارم لحظ غيره أو لحظ نفسه. يعني الآن مثلا تخاصم رجل مع زوجته وجاء الشيخ نواف للإصلاح بينهما، وقالت الزوجة والله ما أرضى إلا ب1000 ريال سعودي مثلا، نواف قال أنا أعطيك 1000 ريال إصلاح حتى يصلح بين هذه المرأة مع زوجها. فهذا الآن تكلف 1000 ريال هذه بأن يدفعها، أو كان هو عليه دين مثلا 1000 ريال، لكن هل كل من عليه دين يعطى من الزكاة؟ ها أخوانا، هل كل من عليه دين يعطى من الزكاة؟ الشيخ نواف جزاه الله خير اشترى سيارة بورش بالتقسيط، كم تقسيط البورش تقريبا؟ 1,000,000 ريال، صح الشيخ؟ تقريبا يا رجل، تقريبا 1,000,000 ريال وعليه قسط، وجاء قال يا اخواننا والله غارم علي 1,000,000 ريال يطالبوني الشركة، يطالبوني ليش؟ ليش يا نواف؟ قال والله اشتريت سيارة بورش. طيب لماذا يا اخي ما اشتريت كامري مثلا، صحيح؟ او كوريلا. قال انا اريد اركب، ما اركب اصدقائي، اصدقائي كلهم يركب بورشات وانا ابغى بورش. هل نعطيه من الزكاة؟ لا، ما يعطى من الزكاة. ولهذا الآن أصبح عندنا نسأل العافية السلامة بعض الناس يتعمد أنه يعني يصنع هذه الأشياء حتى يدخل السجن ثم يدفع عنه من الزكاة، وتجده مبسوط ومرتاح وما شاء الله سيارة لكزس وكذا، ونسأل العافية السلامة. لا، يعطى الغارم هذا الذي كان يعني سبب وقوع في الزكاة، يعني وقوع في أخذ الدين، أنه محتاج، احتاج مثلا للنفقة، يحتاج للكسوة، يحتاج لكذا، وقع فيها. أما لأن عندنا الأشياء، يقول الأشياء ثلاثة ضروريات، الضروريات هذه لو رفعت عنه إيش؟ هلك. الضروريات هذه، لأن الآن عندما نصفي مال الغارم هذا، نصفي مال هناك عندنا في المحجور عليه، نصفي ماله الآن، نصفي ماله، ما يمكن نتركه بلا ثياب، نترك له ثوب واحد مثلا، مفهوم؟ لأن هذا الثوب الواحد إيش؟ ضروريات، ما يستطيع يعيش بدون ثوب، ولا يستطيع يعيش بدون طعام وشراب، ونعطيه الطعام والشراب اللي يكفي ضروري. وعندنا بعد هذا إيش؟ الحاجات محتاج لها، ممكن يستغني عنها، لكن إيش؟ بحاجة، فهذا أيضا نعطيه. وعندنا الزيادات هذه كماليات، الكماليات نسحبها منه، نصفي مالك كامل. فلو قال أنا غارم نقول تعال بنبيع البورش، صحيح؟ ونبيع هذه الأشياء ونصفي مالك، وبعد هذا نشوف أنت مستحق للزكاة أو لا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، في والغارمين، الغارم ما يعطى. يعني الآن نواف
مرة طلعت 8 مليار ومرة عليك زكاة، الله المستعان. هو يصح ترى أحيانا يكون الإنسان من أهل الزكاة وتجب عليه الزكاة، ممكن؟ ممكن طبعا. انتبه معي، عنده ليلة العيد ما يكفيه قوته وقوت عياله، تجب عليه إخراج زكاة الفطر؟ نعم. طيب أخرج الزكاة وجاء هذا وقال نواف نحن نريد نعطيه من الأرز ما يكفي لي سنة، هو يكفيه عنده في بيته ما يكفي لي أسبوع، أصبح في حقي ويجب عليه إخراج زكاة الفطر، لكن يعطى؟ نعم يعطى، يعطى من الأرز مثلا ما يكفيه لسنة كاملة، مفهوم؟ تمام. طيب وين المثال كنا فيه؟ الغارمين. طيب الغارم من الصدقات الفقراء المساكين عاملين عليه المؤلفة تقلهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، ها؟ ابن السبيل. طيب ابن السبيل هو المنقطع المسافر الذي خرج وانقطعت به السبل، وكانوا في القديم يعني إذا انقطع إذا سافر لا يستطيع اتصال بأهله ولا يوجد حوالات ولا بنوك، ويحصل عندنا أحيانا ممكن يفقد الصراف يفقد كل شيء، نسب إلى السبيل إلى الطريق، الأصل ينسب إلى أبيه إلى قومه، هذا نسب إلى السبيل للانقطاع، فإذا حصل الانقطاع بهذا أصبح ابن سبيل، قد يكون غنيا في قومه غنيا في بلده، لكن عندما جاء هنا وانقطعت به السبل أصبح ابن سبيل. بعد هذا لا، قبل هذا كنت أريد أقول الغارم ما يعطى، ما يعطى، هو يعطى صاحب الدين، لأنه يعطينا نواف الآن ممكن يأكل الماء، وهذا يحصل كثيرا الآن، ولهذا الآن مثلا المحكمة الشرعية عندنا إذا كان إنسان عليه دين ينشئ له فاتورة، فاتورة برقم حساب، وقل إذا أحد يريد يسدد ما يعطيك أنت المال، يسدد مباشرة إلى المحكمة والمحكمة تحول لصاحب الدين، مفهوم؟ أي نعم، لأنه لو أعطينا هذا الآن أكل المال، قد يأكل هذا المال، يقول أنا محتاج. طيب وصاحب الدين؟ قال ينتظر. طيب وابن السبيل وفي سبيل الله، ها؟ وفي سبيل الله، في سبيل الله الجهاد. وابن السبيل ذكرنا، بعض الناس يقول في سبيل الله كل أبواب الخير، هذا خطأ. كيف في سبيل الله كل أبواب الخير؟ لو كان في الآية معناه هنا في سبيل الله كل أبواب الخير لكانت الآية إنما الصدقات في سبيل الله، صح؟ لأن الفقراء والمساكين والغارم كل هذا في سبيل الله، لا، في سبيل الله الغزاة الذين خرجوا لإعلاء كلمة الله حتى تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. طيب